شباب، ما في دواء للموت. احنا رايحين، كل واحد بوقت وكل واحد بطريقة. مسلسل دقيقة صمت حقق نجاح كبير بالسباق الرمضاني لهالعام. الكاتب السوري سام الرضوان تعمد بكتابة كل شخصية بدقة كبيرة ليجعل من كل شخصية بطل للمسلسل. الجمهور هو اللي بيقرر وهو الحكم، لأنه أنا بقول السيد الجمهور، وأنا فعلا بقصد الكلمة بحرفيتها، لأنه سيد الجمهور. أنت بتتوجه لهذه الناس وطمعا بحبها، فإذا منحوك يا يعني هذا أقصى سعادة ممكن تنالها. يعني إذا عم تخبي عني شيء معناتها بدك تغدر فيني. بحياتي ما غدرت بحدا. لك أنا شو عم هيك أفهم وينه. وبعد تحقيق المسلسل نسب مشاهدة كبيرة، هل انتبهت للريتينجز؟ ما بلتفت لأبداً أبداً أبداً، يعني وخاصة أنه أنت بتعرفي يعني أي مسألة الريتينج هي مسألة شراء وبيع وليس الدقيقة، ولا يمكن أن تكون دقيقة. أنا سعيد بنجاح هذا العمل، النجاح بترصده بالشارع بعيون الناس بما يتداول السوشيال ميديا، بالتالي كل هذه الأرقام هي عبارة عن بوالين ليست لها قيمة. شفت على هالحظ الرجل الوحيد اللي لفت لي نظري بيطلع محكوم اعدام. انتشرت اقوال على السوشيال ميديا بانك تتعمد باساءة القيادات السورية. هي سلطة، هي عدوة للكاتب، كانت سلطة اجتماعية او كانت سلطة دينية او كانت سلطة سياسية، فبالتالي كل كاتب يستكين الى هذه السلطات بتصوري بيقطف الخيبة. الكتابة هي مشاغبة على عمل هذه السلطات كي لا تتغول وكي لا تاكل ارواحنا، بالتالي هذا مشروع حقيقي أنا بشتغل عليه من زمن، ويعني آخر تجلياته كان هذا المسلسل اللي شفته. اللي عملتيه عيب وبيخجل. المحكوم الأول اسمه أمير فارس ناصر. شو رأيك بمقارنة الدراما السورية بالدراما اللبنانية؟ يعني صناعة الدراما السورية صناعة أقدم من صناعة الدراما اللبنانية، إضافة أنه في بسوريا المعهد العالي في المسرحية وفي مؤسسة السينما وفي هيئات إنتاج حكومية، فهذا بيظلم الدراما اللبنانية. الدراما اللبنانية قدمت تاريخ مهم وقدمت أعمال بارزة، وأنا بتصور أنه تكامل الدراما السورية مع اللبنانية عم يعمل هذا النشاط المهم. برافو. شو هي مشاريعك القادمة؟ في مقترح حكاية عم حاول يعني هيك يدخله للمختبر الجمالي تبعي، ما بعرف ايمت يعني ممكن يطلع، لانه انا حدا ما ملتزم بشرط السوق، يعني مو بالضرورة طل السنة الجاي، ممكن يغيب كمان 5 سنين، بس على الاقل اذا بدي احضر فعلى الاقل احضر بمادة لائقة لهذا الجمهور اللي انا جدا 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 بحترمه. إذا أخذته بدك تاخذني إلي أنا معك، بدك تاخذ كل ما حد خبرته عن القصة. أمير شو يعني؟ مات انتحر. إيه سيدي انت